التمس من سيادتكم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين إعطاء إشارة البدء. فريقي المشروع، اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله وبفضله وتوفيقه نبدأ. والآن نستطيع أن نعلن وبكل فخر عن دخول كامل وحدات مشروع محطة الضبعة النووية لمرحلة الإنشاءات الكبرى. نهنئكم على هذا الحدث التاريخي العظيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، السيد الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس دولة روسيا الاتحادية، شكراً لفخامتكما على تشريفكما لهذه اللحظة التاريخية وهذا الحدث العظيم. نقدم كل الشكر أيضاً للعاملين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الجهة المشرفة على تنفيذ هذا المشروع، وشركة أتوم ستروي إكسبورت المقاول العام للمشروع على هذا الإنجاز العملاق. شكراً جزيلاً لحضراتكم وكل التهنئة.